ولا زالت الحرب في قطاع غزة هي الخبر الأبرز في كل الصحف العالمية، وتحديدا بما ان حدثنا عن الصحف البريطانية، هي الصحف البريطانية بتركز على اشياء كثيرة جدا، من اهمها الدور المصري الانساني ودعم مصر للاشقاء في غزة، وتناول كمان بعضها اوضاع المستشفيات والمعاناة اللي بيواجهها اهالي القطاع، ومحاولة الاسرائيليين تشديد قبضتهم على الضفة الغربية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، إزاي تناولت هذه الصحف البريطانية بالأمس تطورات الأحداث في قطاع غزة، مع الأستاذة سارة الشلقاني مدير تحرير جريدة الدستور. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليكم يا فندم وعلى السادة المشاهدين. يا أهلا بك. بكل تأكيد الدور المصري في استقبال الأطفال بالأمس 28 طفل وتوفير الحضانات لهم فرض نفسه على كل وسائل الإعلام العالمية، لأن الصورة كانت صعبة بكل تأكيد. هنبدأ مع حضرتك عن كلامنا عن الجارديان، أبرزت الدور المصري الإنساني وتوجيهات الرئيس السيسي باستقبال 28 طفل حديثي الولادة وتوفير حضانات ليهم. لو حضرتك تكلمين عن التفاصيل اللي ظهرت في أغلب المواقع البريطانية. الحقيقة إن العالم كله شايف إزاي مصر تتعامل مع الحرب في غزة من كل الجوانب، سواء الأزمة الإنسانية أو محاولات الهدنة ووقف إطلاق النار الفوري، حتى لو كانت الهدنة إنسانية. استقبال ال 28 طفل امبارح كان حدث مهم جدا، لانه الاطفال ما زالوا يعني اتولدوا قبل موعد ولادتهم الطبيعي، وكانوا محاصرين داخل مستشفى دون كهرباء، دون وقود، دون اكسجين اللي هم محتاجينه عشان يكتمل نموهم. وكانت يعني من اكثر المآسي الانسانيه اللي ظهرت في القطاع، واظهرت وحشيه جيش الاحتلال واللي بيعملوا في المستشفيات، باعتبارها مش بس دلوقتي مكان للمرضى ولكن مأوى للنازحين. توجيهات السيد الرئيس كانت مهمة جدا على الصعيد الإنساني، لأن 28 طفل لا حول لهم ولا قوة يواجهون آليات عسكرية، وده أمر لا يعني لا يستوعبه عقل بشري. فكان طبعا لافتة مهمة جدا وإنسانية من الطراز الأول، خاصة أنه عملية نقلهم من مستشفى الشفاء في شمال غزة للجنوب كانت صعبة للغاية. يعني في صور لو حضراتكم تعرضوها انه تم تدفئة الاطفال عشان يتنقلوا داخل غزة فقط بالبطاطين. صحيح. في جو احنا شايفين التقلبات الجوية عاملة ازاي، وهم اطفال لا اجسادهم تتحمل ولا حتى صحتهم تتحمل. وكان الجهوزية اللي كانت عليها كل الأجهزة المصرية خاصة وزارة الصحة كانت ملفتة جدا للنظر، إن إحنا على استعداد كامل في أي وقت نستقبل مثل هذه الحالات. وكمان تم نقل بعضهم أعتقد 12 طفل للمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالإسعاف الطائر، لأن هم حالتهم لا تتحمل تحت أي ظرف إن هم يفضلوا خارج الحضانات. فالحقيقة إن العالم كله مركز إزاي مصر بتتعامل على كافة الأصعدة في هذه الأزمة، خاصة الأزمة الإنسانية، لأنها البلد الوحيد أو الأكثر تعامل مع هذه الأزمة والأكثر مساعدة للأشقاء الفلسطينيين بالطبع. هي دكتور سارة، بالرغم من هذه الحرب اللا إنسانية وهذه المحنة اللي بيمر بيها أهالينا في قطاع غزة، إلا أنه في يمكن من المنح أنه الشارع الغربي تعرف على القصة الحقيقية لفلسطين. ومن خلال حديثنا ومتابعتنا أيضا مع الجارديان اللي كانت مهتمة بهذا الموضوع تحديدا، نقلت اهتمام الشارع البريطاني في البحث عن أصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال يعني مجموعة تقارير مفصلة من غزة، منها غزة من يعيش هناك، لماذا تم حصارها لفترة طويلة، ماذا حدث في الأيام القليلة الأولى، ما الذي أدى إلى الحرب الحالية، الخريطة الكاملة للصراع في فلسطين. عايز أعرف من حضرتك يعني أهمية تناول جريدة لهذه التقارير، وتكلمينا عن تطرق جريدة بهذا الحجم لهذه التقارير. التطرق الغربي او التطرق الصحف الغربيه حاليا لمثل هذه التقارير بياتي تحت الضغط الشعبي ليس الا، لان العالم كله حاليا بيتفرج على صور بتخرج من غزه غير انسانيه على الاطلاق في مواجهه من. يعني الحروب عاده بتكون ما بين جيشين نظاميين، دوله ودوله، او ما بين جيش وحركات مسلحه. لكن انت دلوقتي جيش ضد مدنيين عزل بلا سلاح واحد، فبالتالي بقت الشعوب اكتر ضغط على المستوى السياسي، عندها اكتر ضغط على سلطة الرابعة من الصحافة والاعلام، عندها محتاجين يعرفوا هو الصراع ده اساسه ايه. هل اساسه مثل ما يروج في بعض
المستويات على انها هناك تهديد ما تجاه اسرائيل، ام ان الصور اللي بتطلع والفيديوهات كمان اللي بيشوفوها في اول باول تثبت ان هناك شعب محاصر لاكثر من 17 سنه بيتم ابادته مش بس محاربته. فبالتالي الصحف بدات تاخد هذا التوجه للاستجابه للضغط الشعبي. طيب والمعلومات في هذا والمعلومات في هذه التقارير يا فندم هي معلومات حقيقيه حسب التاريخ ولا في اي تغيير في هذا السياق؟ لا، بيكون في بعض التغيير. يعني هو لو احنا لو بس نفتكر ان بريطانيا في الاساس يعني مثلها مثل باقي الدول الغربيه بتؤمن بحق الدفاع، وخاصه ان هي بلد وعد بلفور. فبالتالي مش كلها بتكون معلومات دقيقه، ولكن بتكون تحت اطار زي ما ذكرت الضغط الشعبي، ان هم بيذكروا ان في معاناه انسانيه، ولكن في الوقت نفسه مثلا كان هناك تهديد بالفعل لاسرائيل بالدفاع عنه. طيب. ولكن يعني بتقدر زي ما بيقولوا ايه توزن الدفه نظرا للضغط الشعبي الموجود عندها ليس إيه. طيب من الجارديان هنروح للتليجراف، نقلت التشابك اللي شهده الكنيست ما بين نواب اسرائيليين واهل المحتجزين تحت عنوان نواب اسرائيليين يصرخون على عائلات الرهائن في اشتباك غاضب في الكنيست. وبحسب التقرير طلب اقارب المحتجزين من اعضاء البرلمان التوقف عن الحديث عن قتل العرب والبدء في الحديث عن انقاذ اليهود. لو حضرتك تكلمينا عن هذه الانقسامات والصراع في الداخل الاسرائيلي. الحقيقه يا استاذ محمد الانقسام حاليا في الداخل الاسرائيلي مش بس على مستوى اهالي المحتجزين، ولكن على مستوى الاداره الاسرائيليه الحاليه او الحكومه الاسرائيليه الحاليه، لان نتنياهو وحكومته مش بيفكروا كاولويه في قضيه اعاده المحتجزين. نتنياهو يحاول الخروج باي صوره او باي نصر حتى ولو كان نصر وهمي يبعد عنه المحاكمه او المساءله بشكل كامل عن الفشل اللي حصل من يوم 7 اكتوبر الماضي. وهذا ما لمسه اهالي المحتجزين تحديدا في اسرائيل، لان كل الكلام بيتوجه ناحيه ان احنا في حرب انتقاميه. مفيش كلام يوجه بشكل رئيسي عن إعادة المحتجزين كأولوية. فبالتالي الانقسام موجود على كافة الأصعدة، وبالطبع بيكون الأهالي هم أكبر شيء لأنهم عايزين يستعيدوا أبنائهم تحت أي ظرف، في حين إن الحكومة الموجودة مش بتفكر في ده كأولوية، وبتتخذ اتجاه آخر للصراع يخدم مصالحها الشخصية. طيب. فبالتالي هناك بالفعل انقسام على مش بس على مستوى الكنيست، ولكن ايضا على مستوى كابينه الحرب وعلى مستوى حكومه الطوارئ المشكله في اسرائيل. طب دكتور ساره، خلينا نختم مع حضرتك مع الاندبندنت. كان في مقال تحت عنوان انا جندي سابق في جيش الدفاع الاسرائيلي، ويجب على اسرائيل ان تعيد النظر في استراتيجياتها العسكريه في غزه. بيشرح الناشط المناهض للاحتلال والجندي السابق في جيش الدفاع الاسرائيلي نداف فايمان انه كيف يجب على اسرائيل ان تعيد التفكير في استراتيجيتها العسكريه لضمان سلامه وازدهار شعبها والفلسطينيين على حد سواء. عايز اعرف من حضرتك يعني رؤيتك لهذا الطرح، وشايفه ان الطرح اللي طرحه وايمان شايفه ان هو اصلا ممكن تنفيذه؟ الحقيقه في ظل الحكومه الحاليه بوجود بنيامين نتنياهو ليس يعني لا يوجد طرح يمكن تنفيذه. لأن نتنياهو نفسه وبعض أعضاء حكومته إن لم يكونوا جميعهم طبعا لا يريدون إقامة دولة فلسطينية من الأساس. بل هما على العكس هم بيسعون لزيادة رقعة الصراع بالفعل، يسعون لمخطط تهجير واضح منذ اللحظة الأولى من هذا الهجوم. ففي ظل وجود هذه الحكومة تحديدا، وهي الحكومة الأكثر تطرفا أو تضم وزراء متطرفين بشكل علني وفج للغاية. يعني او زي ما احنا بنقول في مصر بشكل يعني هو فعلا شكل فج او بجح زي ما احنا بنقول في الشارع المصري يعني. طيب وايمن قدم طرح يا فندم؟ يعني هل هذا الجندي السابق قدم طرح من خلال هذا المقال؟ هو تحدث عن ضروره وجود دوله فلسطينيه تقام جنبا الى جنب مع الفلسطينيين، وان كان الاستراتيجيه العسكريه لازم تتغير في غزه نظرا للضغوط اللي بقت موجوده شعبيا ومن القاده الغربيين على اسرائيل. العالم بقى شايف اسرائيل، او حتى لو العالم ما قالش ان اسرائيل وحشي، القاده الغربيين بقت تتعامل تحت ضغط ان ما يفعله الجيش الاسرائيلي غير مقبول ضد المدنيين في غزه. فان كان هناك محاولات للاباده او ان كان هناك محاولات لتقسيم القطاع عشان يبقى خدوا خطوه في الحرب المقبله انهم يقدروا فعلا يهجروهم في الخارج، فهي محاوله لتصفيه قضيه وتهجير شعب من ارضه قسريا. فهذا الطرح قد
قد يكون بعضا من مقابل التنفيذ في حال عدم وجود الحكومة الحالية. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر في هذه على هذه الجولة في الصحف البريطانية دكتورة سارة الشلقاني مدير تحرير جريدة الدستور، شكرا لحضرتك يا فندم.